توج ريال مدريد الإسباني بلقب النسخة 39 للسوبر الأوروبي بعد فوزه على مواطنه إشبيلية بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين بالأمس على ملعب كارديف سيتي في ويلز، وأدارها الدولي الإنجليزي مارك كلاتنبرغ. النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي قدم أداء متواضعا مع منتخب بلاده في المونديال عوض عشاقه خلال مواجهة الأمس، وخطف الأضواء من زملائه القدامى والجدد عندما تمكن من إحراز هدفي اللقاء في الدقيقتين 35 و45، ورد الدين لعناصر المدرب أوناي إمري التي حرمته مع زملائه من التتويج بالليغا في الموسم الماضي بعد أن تغلبت عليه بهدفين لهدف في الجولة 30 للمسابقة. اللقب الثاني للفريق الملكي في هذه البطولة والثالث مع المدرب الإيطالي الشهير كارلو أنشيلوتي في غضون 4 شهور بعد تتويجه بكأس ملك إسبانيا على حساب غريمه برشلونة في إبريل، ودوري أبطال أوروبا في مواجهة جاره أتلتيكو مدريد في مايو. أعاد البريق لنادي القرن وأكد جاهزيته لبداية مسيرته في الدوري الإسباني أمام قرطبة الصاعد في 25 أغسطس الجاري.